السلام عليكم ورحمة الله. برايم 3 فيرست ترم سوبر ماس الهادي لمس رشا الهادي. تعالوا نشوف الكتاب من جوه مع بعض. برايم 3 من الهادي اول حاجة بادئ لي بالجلوسري واللي هو اسمه ايه المترجم. خلاص جايب لي كل الكلمات اللي هيستخدموها السنة ديت او سنة تالتة ابتدائي، وجايب لي تمارين كتير جدا جدا. الكتاب مليان تمارين بشكل ممتاز قوي، كمان شرح وافي جدا لبرايم 3 اهو. جايب لي كمان الاطوال وتمارين كتير جدا على الاطوال والسنتيمتر والمتر والتحويلات، كمان جايب لي الاعداد والكتابة، كتابة الاعداد بالصيغة اللفظية، تمارين كتير جدا. ودايما احنا بنتشرف ان الهادي دايما بنقول عليه من اصعب الكتب بتاعة الماس، لانها بتنقل الطفل من حتة لحتة تانية خالص. يعني فعلا الكتاب ده بينقل الطفل من مستوى لمستوى تاني خالص بسبب كمية التمارين اللي فيه. اهو تمارين على الزوايا، وتمارين على الساعة، وتمارين كمان على جدول الضرب شابتر 4 اهو. اشكال الهندسية كلها بالزوايا بالاضلاع، وفعلا فعلا لو ابنك ضعيف قوي الكتاب ده بينقله من حتة لحتة تانية خالص عن تجربة وعن الناس اللي جربته. في الاخر جايب لي تيست كتير قوي واكسرسايز كتير جدا، واصل لعشرين تيست، والكتاب 282 ورقة وعامل 135 جنيه. ارخص كتاب ماس هتشوفوه الترم ده هو سوبر ماس الهادي. وكمان مش بس في تالتة ابتدائي، تانية ابتدائي كتاب ممتاز، اولى ابتدائي كتاب ممتاز، الكيجيهات، كتاب التمهيدي، كتب البيبي بلس، كتب السوبر ساينس، المجموعة كلها عاملة شغل جامد جدا. تابعوني سلسلة الهادي من احسن السلاسل اللي عندنا، وهستنى دعمكم.